ليلة اجتمع فيها على واشنطن هطولان، هطول الثلج وهطول الصواريخ الإيرانية على قواعدها في العراق. الهطولان تشابها خفة وسرعة ذوبان، وبالتالي برودة في ردة الفعل الأمريكية على الأقل حتى الآن. الرئيس ترامب يلتقي بعدها مباشرة بفريقه السياسي والعسكري في مجلس الأمن القومي لتنتهي حرب المساء بتغريدة يطبطب فيها على الأمة الأمريكية: كل شيء على ما يرام وجيشنا هو الأقوى. ترامب يلقي خطابه حول تداعيات الهجوم الإيراني، الخطاب الذي تأجل إلى اليوم التالي، وتأجيله يشير إلى تكتيكات ليست بريئة اللحظة كما يقول مراقبون، مع اختلاط المشهد بعد التحذيرات الدولية العالية وسقوط الطائرة الأوكرانية المريبة. منذ 79 تحملت الأمم سلوك إيران المدمر والمزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. لقد انتهت تلك الأيام ولن تعود. أصبحت إيران الراعي الرئيسي للإرهاب، بالإضافة إلى سعيها للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم، ولن نسمح إطلاقا بحدوث هذا. وفي المقابل فإن الحذر والترقب الأمريكيين على أشدهما، رغم التقييم الأمريكي حتى الآن بعدم وجود أي ضحايا أمريكية التي ينظر لها المشجع الأمريكي بالقول الفصل في هذه التداعيات، وهذا لا يعني بالضرورة انتهاء الموقف الأمريكي من الضربات الإيرانية. هذه الاستراتيجية هي حرب استنزاف بطيئة ما بين واشنطن وطهران. لن تعود أمريكا لسيناريو العقوبات الاقتصادية، لن تعود أمريكا أيضا إلى اختيارات إدارة بوش في غزو بلد أجنبي، لكن الرئيس ترامب مصمم على معاقبة إيران. ما حدث ليس بمعزل عن الصراع السياسي الداخلي، فالديمقراطيون وجدوا ما حدث فرصة لن تتكرر للنيل من خصمهم العنيد ترامب وحزبه الذي سيدخلهم في حرب مظلمة الآفاق كما يقولون مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة. أما الشعب الأمريكي فيبقى مناط ردة فعله إن وقع ثمة ضحايا من أبنائهم، وهنا ربما سيتبدل الموقف. إذن مناوشتان غير متكافئتين في الجاهزية والكيفية رغم الهجمة الإيرانية المرتدة، لكنهما اتفقا أن تكون مباراتهما على أرض عراقية. للأخبار أحمد القرني، واشنطن.